مشاهدينا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا في بدايه حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي موريتانيا اليوم، والتي يسعدني مشاهدينا الكرام ان استضيف فيها رئيس الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي الاستاذ محفوظ العزيز. اهلا وسهلا بك معنا ضيفنا في حلقه اليوم. سنناقش مع ضيفنا الكريم عدة محاور تتعلق بالسياقات ما بعد الانتخابات التشريعية طبعاً لـ 2018 وما حدث بعدها من سياقات قانونية وسياسية. سنتحدث عن انضمام الرئيس السابق أو بعض الشخصيات لهذا الحزب، وعن واقع ومستقبل طبعاً مستقبل نضالي على مستوى الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي. أولاً أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محفوظ. طبعاً كيف ما يعرف المتتبع، عقب انتخابات 2018 قانون العدل وزارة الداخلية للحزب اللي قضية باطل معروفة طبعاً للمشاهدين معربنا هنا، الحزب اللي ما حصل على 1% لأنه ينحل. أنتم حسب المعلومات اللي عندي شملتكم ذاك الحل اللي خلال عقب 2018، عقب ذاك استأنفتوا. دوركم تديرونا في الصورة سابقا بالنسبة للمحور هذا والمحور الأول اللي نبدأ به. جيد. أولا على الرغم على أن القانون 20 جديد، مادة جديدة 20 من قانون الأحزاب السياسية، على الرغم من عدم دستورية هذه المادة لأنها تحد من الحريات التي كفلها الدستور، وتحد منها بطريقة أيضا انتقائية، لأنها تفرق بين 1% في النواب و 1% في البلديات، وهم أصوات مواطنين موريتانيين. معناها هي مثلا عامية، مثلا ما يحسبوا لك الأصوات اللي هي مادة، هي مادة انتقائية، مادة انتقائية، وانتقائية المواد كي انتقائية القوانين المبارك معها اليوم. إذن هذه المادة الانتقائية فرقت بين أصوات الناخبين الموريتانيين في البلديات وبين الناخبين الموريتانيين في النيابيات. الناخب الموريتاني في النيابية ما يزكي حزبه على مستوى البعد القانوني. لهذا السبب نرى أحزاب تحصلت على 1% من بينها حزبنا، تحصلت أحياناً على أكثر، فيها أحزاب حالاً محلولة تحصلت على 3 نواب، وهي محلولة. لماذا؟ لأنها حلتها مادة انتقائية، والهدف من المادة نفسها تكريس اللي ينقالوا البعد المحلي القبلي اللي ينقالوا العملية السياسية، لأن البلديات غالبيتهم هم تعبير عن ساكنة مجموعات منتج مجموعات محلية يغلب عليها الطابع العشائري والطابع الشرائحي، بينما النيابيات وخصوصا الوطنية منها هذه يغلب عليها الطابع التشريعي الطابع الوطني. إذن عندنا في البعد السياسي معدلين عملية انتقائية، وفي البعد القانوني معدلين عملية انتقائية ما بين صوت ناخب وصوت ناخب. هذا جانب. إلين تندار المادة نفسها على المحك الدستوري، هي مادة غير دستورية، لأن الهدف منها هو عملية كيدية مسبقة للإقصاء. على الرغم قصد محفوظ كما ترى المادة جاءت عاقب حوار، لا اختلف الطيف السياسي. لا المادة هذا لا نوضح وانا، هذه المادة لم تنل إجماع المتحاورين ولا حتى أغلبية المتحاورين. مخرجات، أنا كنت موجود وكنت في لجنة المخرجات. هذه المادة دست من قبل التقرير النهائي اللي قدم للبرلمان من بريماتير من الوزارة الأولى. وهذه طبيعة الكثير من في الكثير من الحالات يكون الحوار عملية ظاهرية، التشريع شيء مبطن مهيئ سلفا من قبل دوائر الدولة الظلامية. لهذا السبب
على الرغم من هذا كله، على الرغم من العلل الدستورية للمادة، لأنها تمنع حق دستوري أصيل، ولأنها تفرق أيضا بين ناخب وناخب، بين مواطن ومواطن، إلى جانب هذا كله حزبنا لم تنطبق عليه المادة نفسها، لأن المادة تقول حزبا شارك في انتخابين متتاليين. متتاليين لا بد منها. متتاليين هي نصا، نقول لك نص المادة متتاليين أو قاطع انتخابين متتاليين. نحن لم نشارك في انتخابين متتاليين بلديين، ولم نقاطع انتخابين متتاليين. على الرغم من هذا، على الرغم من هذا تم حلنا، وأنا نعتبر أن الحل عملية هذا اللي يقولوا له البيضان التلخصي، تم تلخصينا، لأن ما مرضوا برأينا، لأن رأينا إلى حد ما شال عن رأي الكثير من الطيف، وللأسف اللي يمجد دولة الفئة ودولة الجهة ودولة القبيلة وسياسة الرشوة وسياسة المال. على الرغم من هذا كله، في مسألة يجب أن لا تغيب عن المشاهد، أن عملية النسبة متحولة. الحزب الاشتراكي الفرنسي أعطى قريب من 50 سنة ما يتحصل إلى 1%، وبعدين حكم فرنسا في 3 دورات متتالية، لأن عملية النسبة متغيرة في إطار الوعي وفي إطار ديمومة النضال من أجل القضية. حنين قربلة ما هو صحيح، ما هو صحيح لأن أقصيت الكثير من الأحزاب السياسية ذات البعد الفكري وذات البعد المبدئي وذات بعد الدولة المدنية في الفهم السياسي. وتم حنيني وتم لأنها ما تبيع المخدرات، ولا نهبة المال العام معدلة تبيع حملات، أفهمه؟ ولا هي الشيوخ عشائر، بالعكس هي تناضل ضد العشيرة، ولا هي الشيوخ شرايح، هي تناضل ضد الشرايح، هي ما هي الشيوخ عشائر، ولا هي الشيوخ شرايح، ولا هي الشيوخ فئات. لهذا السبب طبيعي أنها نضالها تراكمي مع المدى البعيد زيادة الوعي المجتمعي وزيادة وعي الدولة المدنية، تبدأ هي تأخذ بعدها السياسي شيئا فشيئا. وهذا هو بل من أين قلت على أن العملية السياسية عملية متحولة، وإحنا بلد وللأسف متخلف، مزادة القبيلة موجودة، ومزادة الفئة موجودة، ومزادة الشريحة موجودة، وحزبنا من القلائل اللي ناضل ضد الأبعاد الثلاث، ضد البعد القبلي، وضد البعد الشرائحي، وضد البعد العرقي. ولهذا السبب كان هناك من هذه الفئات الثلاثة التي ما لا تزال منتفذة مضافة عليها المال الوسخ، سمعت، المال المشبوه، مشبوه المصادر، اللي يلعب مازال دوره في الوضع البنيوي لمجتمعنا نتيجة المسألتين، عامل الحاجة وعامل التخلف. هذا المال أيضا إحنا ما عندنا منه حصة، ولأننا آسفين عليه، لكن كان من اللازم أنه على الأقل مادة لا دستورية ومادة انتقائية، جهة لا تنطبق عليها لا تطبق عليها، مع العلم الكبير أن العملية، عملية زيادة اللي خلقت، الطفرة اللي خلقت في العناوين السياسية اللي ما عندها بعد فكري ولا عندها بعد سياسي ولا عندها حتى بعد في الدولة المدنية، هذا عملية تعوين، هي اللي تعدل للعملة لين يعود رقاش باقيها تنهار، يزيد أوراقها اللي ما عندها رصيد يضمنها، تقوم قيمتها وعد الوطاي. نفس الشيء وعدل في الصحافة، خلقت فيها طفرة، وعدل في منظمات المجتمع المدني لتميع مفهوم الدولة ولتميع مفهوم العمل الجمعوي، أيا كان هذا العمل الجمعوي، أيا كان، سواء كان حزبيا أم صحفيا أم منظمات أهلية. لهذا السبب اتجهنا إلى القضاء، ولما اتجهنا إلى القضاء المادة الصريحة
أنصفتنا المحكمة. خاوركم طعنتوا طعننا في قرار، لأنه قرار ظالم جرفنا بطريقة وتقول طريقة كيدية، تقول إنه كان يرصد إنه نرتما نتيجة لرأينا قد لا يكون مرضوف فيه، لأنه رأي كي قلت لك معادي الكثير من الحالات المتخلفة بنيويا وفي مجتمعنا وفي دولتنا، واللي ما هم خلي مشروع الدولة يقطع خطوة إلى الأمام، اللي هي الكوابح الموجودة واللي ربطهم بذي الكوابح ربطوا بها القانون. لأنه كان مشروع القانون ما يجبر شيء يستند. ربطوا الكوابح نفسها ربطوا بها القانون، الكابح القبلي والكابح الفئوي والكابح الشرائحي، ما زالوا متحكمين في البعد المحلي في العملية الانتخابية، ربطوا بها قانون الأحزاب، قانون المادة 20 من قانون الأحزاب. لهذا السبب اتجهنا إلى المحكمة. هذا عقب 2018 طبعا، وكانت المحكمة صريحة، المادة صريحة لدرجة اعلن تأويلها غير ممكن، فحكمت لنا المحكمة وطعنت الوزارة في حكم المحكمة، وحكمت لنا المحكمة مرة أخرى. من الغريب أيضا غريب الغرائب أنهم طعنوا ثالثا وحكم المحكمة العليا غير قابل للمراجعة إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة راجعه بجلسة جديدة أو بتشكيلة جديدة أو راجعه بالطعن ما يسمى بالطعن الصالح للقانون، مع أن الطعن الصالح للقانون إذا كان القانون لم تراعى حيثيات المادة القانونية في الحكم القضائي. أما المادة القانونية التي على الرغم من عدم دستوريتها التي تقدمنا للطعن فيها كانت صريحة لدرجة أنها غير قابلة للتأويل. حالا نخضع العملية طعن ثاني. هذه من المسائل الغريبة جدا، وكأن القاتل لحزبنا والقاتل لرأينا والقاتل لقناعاتنا الفكرية والسياسية يتابع مطاردتنا وسكينه محمول لديه. لا هو جابر منفذ القانون وماشي معاه وتوعد. لا هو ما هو جابر منفذ القانون، لأنه بالأصل هو عنده الحق. لا 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 ثم طعنته. لا شوف، احنا طعننا كنا فاهمين ان تم بالخطأ. احنا طعننا بصدر رحب وطيب. لا ما هي قضيتنا عندنا الحق، هو ايا كان عنده الحق ان يطعن، لكن احنا طعننا متبينين ان تم زج بينا في قانون لا علاقة لنا به، يقير عن طيب نية ان لا قد لا تكون الإدارة ملمة بحيثيات المراحل اللي مرت قاع بهذه الأحزاب كاملة من حيث الانتخابات وعدم المقاطعة أو المشاركة. لكن عندما طعنا وصدر الحكم انطلاقا من المادة نفسها، من احترام المادة نفسها على الرغم من مخالفتها للدستور، تبين أن الإدارة مصر على متابعتنا قضائيا. هذا ماذا يعني؟ يعني أن هناك سبق إصرار وترصد كما يقال قانونيا، كما يقال في القانون، هناك سبق إصرار وترصد. هذا سبق الإصرار والترصد ما زال مستمرا حتى اليوم. هذا هو الغريب في الموضوع. في الآونة الأخيرة لما خرجوا لنا الحكمين وراه حكما نهائيا حضوريا، راه الحكم مسجل بعبارة نهائيا حضوريا، راسلنا الوزارة على أننا بعد هذه الفترة من التقاضي وبعد هذه الفترة من الحالة الضبابية لوضعية حزبنا السياسية أننا ننوي أن نفعل حزبنا على الصعيد الوطني، وسلمنا الرسالة. وبعد الرسالة راسلنا مراسلة ثانية للوزارة على الرغم أن الوزارة ليست وصيا على 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 فعلنا السياسي وليست وصية على إرادتنا السياسية. هناك شكل من التعاطي القانوني أنه يجب أن يكون هناك إشعار للإدارة أو للوزارة بما سنقوم به، لكن ليست هناك وكالة علينا مسبقا من وزارة الداخلية. راسلنا وزارة الداخلية على أننا سنعقد مؤتمرا استثنائيا، والمؤتمر الاستثنائي معروف يعقد بالقيادة الموجودة وما تبقى من مناديب
المؤتمر السابق. عقدنا مؤتمر استثنائي في مقرنا، راسلنا الوزارة قبل انعقاد المؤتمر بأثنين وسبعين ساعة، وهذا هو اللي يقول القانون. طرحت عنده إشعار، أطرحنا عنده إشعار أن سنعقد، يحق للوزارة أن ترسل مراقبا شكليا لا يتدخل ولا يعني، مراقبا شكليا أو لا ترسله، أو لا ترسله. لم ترسل الوزارة، نحن عقدنا مؤتمر استثنائي وانتخبنا قيادة جديدة. من مفارقات الموضوع أن القيادة الجديدة تضم عناصر محسوبة على الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز، كانت في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وكانت معززة مكرمة في حزب الاتحاد، من بينها رئيس حزب الاتحاد السابق. هي سيدنا عادل استاذ. قامت الدنيا ولم تقعد. هو أخذنا قضية الرئيس السابق ممكن أن ضم فعلا ما انضم. الرئيس السابق لحد الآن ليس عضوا في الحزب، لحد الآن ليس عضوا في الحزب. بينما الشخصيات الأخرى دخلت في الحزب، الشخصيات الأخرى دخلت في الحزب، عندها مناصب، وتبرع أحد الشخصيات بمقر الجديد للحزب. تأتي الشرطة بأمر من وزارة الداخلية لتعتدي علينا وتكسر واجهة المقر الجديد، ويرافق ذلك قرار من وزير الداخلية بتعليق حزبنا 90 يوما، يرافق ذلك قرار من وزير العدل بالطعن أمام المحكمة لصالح القانون في الأحكام الاثنين التي أصدرتهم المحكمة العليا سابقا. كل هذا تزامن في لحظة واحدة، وكأننا دخلنا في من باب المحرم شرعا. يجب علينا أن تنفذ فينا عملية الرجم. ولم ينتبه ما يريد أن يرجمنا أن المسيح عليه السلام عندما قيل له أن هناك أحد من عامة القوم، إحدى عامة القوم اقترفت جريمة يرجم عليها، فلم يأخذ بما قالوا، لكنهم أحرجوه. لما أحرجوه قال لهم: من ليس منكم بخطيئة فليرميها بحجر. كان لديهم من الغبطة ومن الاعتراف بأنهم ليسوا معصومين، وأنهم مليئين بالأخطاء التي يتهمون بها الآخرين، أنهم كل واحد منهما طأطأ رأسه وانسحب ولم ترجم بحجر. من منكم ليس بخطيئة فليرميها بحجر. هذه الحالة التي اليوم تنطبق للأسف في كثير من هذه الحالات. ما يرمون به الرئيس عبد العزيز من اتهامات جزافية، من منهم ليس بنفس الخطيئة فليرميه بحجر. علينا أن نطبق قاعدة المسيح عليه السلام. لهذا السبب نحن أتتنا هذه المجموعة ودخلت من معنا في حزب الوحدوي، وبدأنا نطارد كأننا ارتكبنا جرم، في الوقت الذي نتابع يوميا حزب الاتحاد تتنقل إليه الأفواج من الأحزاب الأخرى وتنضم له تحت التطبيل والتزمير، وانضمت المجموعة الفلانية وانضمت المجموعة الفلانية، وكأننا هنا في ديمقراطية التفاوت الأرستقراطي. هناك أرستقراطية يحق لها ما يحق لها من أبهة ومن كذا في العملية السياسية، وغيرها لا يحق له إلا أن يبقى ذابلا متواريا عن الأنظار، لا إرادة له ولا وجود له في الفعل السياسي. بينما نحن على هذا فهمنا للقانون، وما منحه لنا الدستور يجعلنا على أرض واحدة من حيث المساواة السياسية والحقوقية. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. أما فيما يعني حزب
الدولة وحزب الاتحاد فعليهم أن ينتبهوا، يردوا النظر إلى أنفسهم. هذا الحزب أخذ، هذا الحزب تنطبق عليه قاعدة الأسماء المتغيرة، كم أخذ من ذوب سياسي وكم أخذ من لون سياسي. فنحن ربما يعاب علينا أن لدينا لون سياسي واحد وذوب سياسي واحد، وقربنا أو دفاعنا عن الرئيس عبد العزيز يأتي من هذا الثوب السياسي الواحد، أننا كنا مع الرجل وكنا نسانده خلال عشريته الماضية، وما زلنا على نفس العهد، وما زلنا على نفس العهد، لم نخل بعهدنا. لا يلو نحن يجب أن نلوم الآخرين لا أن يلومونا، نلوم الآخرين الذين كانوا يريدون حتى احنا ما مثلا تدفعوا ثمن حساب، نحن ندفع ثمن، ندفع ثمن دفعنا بطريقه صريحه ومكشوفه، ثمن من الناحيه السياسيه، ثمن انصافنا ودفاعنا عن عشريه الرئيس عبد العزيز التي شيطنها من كانوا بالامس يريدونه ملكا ويريدون له المأمورية الثالثه والرابعه والخامسه، ونحن لم نطالب له بمأمورية ثالثه ولا خامسه ولا رابعه، ولم نطالب بتنصيبه ملكا، ولم نقول أنه يطعم من جوع ويؤمن من خوف، حاشا صفة رب العالمين التي أعطيت له في إحدى سقطات أحد المتزلفين. نحن لم نصل إلى هذا المستوى، لكن عندما خرج من الكرسي وبدأ ومن كانوا بالأمس يؤلهونه ويريدون له الديمومة والبقاء الذي هو لله، حاشا انقلبوا عليه، حاولنا إنصافه من باب الإنصاف ومن باب الاعتراف بالجميل لهذا الرجل الذي عمل الكثير في البنى التحتية للدولة الموريتانية، في طرقها، في طبابتها، في مستشفياتها، في فضائها الأمني، في جيشها الذي أعاد بناءه بعد أن كان أتاه يلفظ أنفاسه الأخيرة. الجيش الموريتاني يعيد بناءه حتى أنه أصبح يلعب دور لا يستهان به على الصعيد الإقليمي. هذا الرجل ثبت استقرار موريتانيا خلال 10 سنوات من الجريمة عج بها المنطقة، ومن الاضطرابات التي عصفت ببلدان عربية شقيقة وعصفت ببلدان إفريقية شقيقة تحدنا. يكفيه هذا، يذكر له فيشكر. هناك الكثير من المحاسن لهذا الرجل، وأكيد أن لكل إنسان الكمال لله تبارك وتعالى، لكل إنسان حسنات وهفوات، فحسناته تذكر فتشكر، وهفواته لأنها هفوات تمت في إطار ممارسة الحياة اليومية تذكر فتعذر. إذا أخذنا حسنات الرجل نجد أنها أكثر بكثير من هفواته، وهذه طبيعة الفعل البشري. إن قال لك الكمال لله تبارك وتعالى، لهذا السبب، لهذا السبب هو الرئيس السابق تحاكم، نحن لا نريد لموريتانيا أن تكون مثلا يحتذى في أمور غير حميدة، في أمور غير حميدة. نحن اليوم في إفريقيا، في المنظومة الإفريقية، نلاحظ أن رؤساء إفريقيا الكثير منهم بدأ يغير الدساتير خوفا من أن تنطبق عليه الحالة الموريتانية، إلى حالة موريتانيا كانت أغلبية الدساتير إفريقيا منضتين مأموريتين. اليوم الكثير منهم بدأ يغير ويتندر على الحالة الموريتانية لكي لا تنطبق عليه الحالة الموريتانية. الحالة الثانية لا كان عبارة عن محاسبة فقط، لا 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 ورئيس كان فم لا 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 وما خلق حد فوق لا 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 خاصة أنت تعرض لفات الخلق ولا يحقق في حالة وتسمعت حجم لا 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 المحاسبة اللي نتعود في المحاسبة يجب أن تكون شاملة، لا ينجو منها صالحون ولا طالحون. لأن موريتانيا من نشأة الدولة لليوم، هذه المقاطعة اللي أنا متقعود فيها لنقالها تفرق زين، مبنية من المال العام، بانينها الموظفين أساسا من المال العام عبر تاريخ التوظيف في البلد. اليوم إلى نقيسوا برارينا مليئة بالأبقار والأغنام والأيبال
بعشرات الآلاف من المواشي مشترات من المال العام. إلى أن نمشي شور سياسة من أين لك هذا؟ ونعود له نستجر تاريخنا الحلقات منه المضيئة. نمتثل عمر بن عبد العزيز، بدأ بنفسه، كان أمير من أمراء بني أمية، تأتيه العطايا والهدايا وقلائد الذهب له ولزوجته لأنها أميرة وبنت ملك وبنت أميري فبدأ بنفسه وقال لزوجته ائتي بما عندك من الذهب والألماس ورديه إلى الخزينة العامة. أخذ كل القصور وأعادها إلى الخزينة العامة، قصور بني أمية، قصوره وقصور بني أمية. وبعد ذلك بدأ بالآخرين ولبس جبة مرقعة وبدأ بالوزراء والأمراء، ومن ثم وصل إلى عامة الناس. فألحق هذا الرجل بالخلفاء الراشدين، أصبح خامس الخلفاء الراشدين، بينما جده عمر الخطاب لأم عمر بن الخطاب ألحق به، ولم يلحق بأبيه عبد الملك بن مروان. يقال هو المسؤول الأول عن فترة 10 سنوات، طبعا يتمثل الشخص حنيني فترة 10 سنوات. إلينا نعود له نخاطبه 10 سنوات في البعد الاقتصادي الموريتاني. ثم سمعت تقرير اللجنة البرلمانية. حنيني أنا بالنسبة للجنة البرلمانية يجب أن تحقق مع بعضها البعض. عندما نخاطب 10 سنوات هو بعد الدولة الموريتانية 60 سنة من الاستقلال، نوجد ما بني في 10 سنوات يفوق 20 مرة ما أنجز في 50 سنة التي سبقت العشرية. هذا يشفع للرجل، هذا يذكر فيشكر. لكن ضيف إلى ذلك حنين، ضيف إلى ذلك أستاذ محفوظ حنين، شو الخطأ النقطة؟ ضيف إلى ذلك، ضيف إلى ذلك، هذه النقطة ما يتخطى هذه، قد يقول لك البعض. لكن الكل مجمع حسب التحقيق وحسب تحقيقات اللجنة البرلمانية وحسب ذلك خلق مجرى التحقيق اللي من هيئات ربما قيلها يعني حيادية عن حجم الفساد في 10 سنوات، نفس الشيء في المقابل ما قد تخلق من 50 سنة عليلة حسب بعد اللي فات. شو هو حجم التأليه اللي يعدل للرجل فترته في الحكم، ما قد تعدل الرئيس، حجم التأليه والإكبار والإجلال، وحجم الشيطانة اللي مبارك معاه يعدل له يوازي حجم التأليه اللي يعدل له. معناته أن هناك فئة هي اللي متباركة مع تصنع رأي عام محتقرته، الرأي العام اللي متباركة مع تصنع محتقرته بها، اللي هو اللي بالأمس الرأي العام اللي بالأمس كانت تقول له تمسك كثيرا بولي عبد العزيز لأنك لن تجد مثله في تاريخ موريتانيا، اليوم تقول له أرجم ولي عبد العزيز لأنك لم تجد أسوأ منه في تاريخ موريتانيا. شنو هذا؟ هذا احتقار، نحن احتقار المجتمع واحتقار المستمع والمتلقي. هذا غير منطق حنيني، هذا غير منطق حنيني. استاذ محفوظ هي وثائق التحقيقات، انا ماني معاك سيدي الشيخ عبد الله كان رئيس تصنيع، انا ماني معاك حنيني. معاوية الطيع له قطع 21 سنه ما نجبر عليه، انا ماني معاك، انا ما فيهم اللي قطعوا حقه، لا الحق الوراء ما فيهم اللي قطعوا حقه فيه، هذو الناس ما قطعوا اللي قطعوا حقه من السلطه حنيني، ما فيهم اللي قطعوا حقه فيه حنيني، ما فيهم اللي قطعوا حقه فيه، ما فيهم اللي قطعوا حقه فيه، ما في حد قط مفتاح فيه تحقيق، لا ينطيق قصه، هذا ما في حد حقق فيه ولا يحقق فيه حنيني، لا بالشور ما يحتاج، لانه لا فعل له على الارض، ما في حد عنده منجز على الارض تمتد فيه الصبع، ما هو منجز واحد على الارض. هذا الراجل حنيني، هذا الراجل ما عنده منجز تمتد فيه الصبع، عنده منجز العلاقات مع اسرائيل، وعنده عبد العزيز منجز قطع هذه العلاقات مع اسرائيل، قطعها وهي مطلب عامل الشعب الموريتاني. ومن النادر ان رجل عربي وفي دولة عربية ضعيفة كموريتانيا يقد يقدم على هذا النوع من القرارات لو لم يكن رجلا مثاليا قويا معظما لربه ولوحدانية ربه ولملك ربه. ثم لان الاخرين يخافون امريكا ويخافون الغرب ويخافون اللوبي الصهيوني العالمي ويخافون من اصحاب المال والجاه. هو عبد العزيز قطع العلاقات مع اسرائيل.
ثم منين الله يديروا هذا الفعل؟ منين الله يديروا إعادة بناء الجيش الموريتاني؟ منين الله يديروا ذا من مؤسسة تم النهوض بها؟ منين الله يديروا مشروع أفطوط الساحلي؟ منين الله يديروا مشروع بحيرة الظهر؟ منين الله يديروا مشروع تزويد العصابة بالمياه الشروبة اللي قالها العطش كان؟ منين الله يديروا المشاريع العملاقة مطار نواكشوط ويديروا الجامعة العصرية مجهزة بأحدث التجهيزات العصرية؟ لكن هذه قلت لك البعض عن ذي المشروعات فرنة مبخخة، ما هي مشروع ما تحته قدر من كوميسيونات وتحته قدر من صفقات المشروع. هذا الصقاع مقبول مناش مقبول من الخزينة الموريتانية. أين كانت تصرف الخزينة الموريتانية سابق عبد العزيز؟ مدري مشروع كان تصرف فيه، وأين مشروع اليوم فات تنصرفت فيه لحد الآن؟ مدري في صبعك حنيني، مدري في صبعك الدولة كانت خارجة حنيني، مدري في صبعك، مدري في صبعك كانت دولة، كانت دولة، كانت دولة، كانت دولة محاصصة، كانت دولة محاصصة، كانت دولة محاصصة بين أفراد، بين مجموعات وأفراد، ما كانت دولة بنى تحتية، ما كانت دولة بنى تحتية، كانت دولة محاصصة. وللأسف يبدونها مبارك معها تفرينا إياك ترتد نفس المربع الأول اللي كانت فيه. هذا لا نقول لك أنا أعلن هو واقع، هذه وجهة نظر، هي هو الواقع، هو الواقع. لا لا اليوم لا لا لا. اليوم ولد عبد العزيز، اليوم ولد عبد العزيز، اليوم ولد عبد العزيز يرجم، اليوم ولد عبد العزيز يرجم لأنه خرج، لا لا لأنه خرج، لأنه تحقيقات الدين الأفعال، لأنه خرج التحقيقات يجب أن تكون من حياديين ومحايدين، لا أن تكون من خصوم. أنا وأنت ما لنا في التحقيقات، لأنه التحقيق إذا لم يكن من حيادي ومحايد، وإذا لم يكن شاملاً وعاماً، يكون انتقائي. وأسوأ الأنواع للظلم عبر تاريخ البشرية هي العدالة الانتقائية. العدالة الانتقائية هي أسوأ أنواع الظلم عبر تاريخ البشرية. واليوم يعيط له ويجرجع دوني منها قبيل الدحميس متشبي فم، وهذا نوع من محاولة، من محاولة حنين، نوع من محاولة، نوع من محاولة الإساءة. ضيف إلى ذلك أن الكثير مما يجري وللأسف الشديد يستهدف المحيط الضيق لهذا الرجل وذويه وأسرته في محاولة لإيذائه بشتى الطرق. لكن أرجو أن لا تغيب الحكمة عن القائمين على الشأن العام في البلد، وأن يوقفوا هذا المسلسل الذي بدأ بنا في الحزب الوحدوي وحل حزبنا وحوصرنا بطريقة غير قانونية، واليوم يتجه هذا المسلسل أيضا إلى الرئيس عبد العزيز وذويه ومحيطه الأسري الضيق. نرجو أن تنتعش، أن تصحو الحكمة التي طبعا متأكدين أن الرئيس القائم الحالي محمد المحمد أحمد القزواني لا يخلو من الحكمة، أن تصحو هذه الحكمة وتوقف هذا المسلسل، لأنه لا يخدم بلدنا ولا يخدم أمننا ولا يخدم استقرار بلدنا ولا يخدم ديمومة الطيبوبة والعلاقات البينية بيننا. نرجو وهذا الرجاء سنكرره لقيادتنا الحالية أن تحاول ما أمكن أن توقف هذا النزيف وهذا المسلسل الذي لا يخدم الاقتصاد ولا يخدم الاستقرار ولا يخدم مستقبل البلد، وأن تضخ شرايين الإخاء والحكمة في العلاقات البينية بيننا، وأن ينتعش مشروعنا السياسي بمزيد من الديمقراطية والانفتاح عكس ما نتعرض له اليوم من مضايقة ومصادرة. السؤال الأخير ربما زال الوقت الأربع دقائق حسب الشيء الله خمسة حسب الشيء المخرج، لو أن المسار القانوني حالا وشكلة محكمة العدل السامية في البرلمان تابع الملف وفي التحقيقات ونعرض شوار العدالة وبشات التحقيقات بطرقها القانونية الطبيعية، مسارها القانوني باط ما نفسه كان طبيعي ولا ما طبيعي، منهم قبط مسارها القانوني ونجر عن ذاك حبس الرئيس ربما السابق محمد العزيز، ثم في الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي ما ادري شنو يعود موقفكم ذيك الساعه. نحن في الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي وقفنا ضد هذه الظاهره وسنظل واقفين، لا يعنينا طلق سراح عبد العزيز ام سجن،
لأن بالنسبة لنا الحق حق أن يتبع، والباطل باطل ويجب أن نقف ويوجهه، وما بني على باطل فهو باطل. هذا رأي السابق يجب أن لا حنين. هذا رأي السابق، هذا رأي السابق، وعنده مادة دستورية، المادة 93 من الدستور تقول أن رئيس الجمهورية لا يسأل عن تصرفاته أثناء ممارسته للسلطة إلا في حالة الخيانة العظمى، والخيانة العظمى حددت قانونيا في عملية التنازل عن السيادة الوطنية أو التخابر مع جهات أجنبية، وهذه الحالتين لم تقع إحداهما ولم تكن في تقرير اللجنة الانتخابية. ضيف إلى ذلك اللجنة ما يسمونه اللجنة البرلمانية، ضيف إلى ذلك أن رئيس الجمهورية لا يحقق معه في هذه الطريقة إلا أمام محكمة العدل السامية، وتم التحقيق معه أمام شرطة الجرائم الاقتصادية، البوليس، هي الشرطة البوليس السياسي بوليس. وهذا أنا شخصيا من المسائل اللي بالنسبة لي ما بني على باطل فهو باطل، نعتبره خرق دستوري، نعتبره خرق للدستور وخرق للقوانين وخرق الأخلاق. هذا رجل كان في أعلى هرم السلطة، سيمبول، أحد رموز على رمز من رموز البلد، يرأس السلطة السلطة الثلاث، السلطة القضائية والسلطة الأمنية والسلطة العسكرية، هو نفسك القانون صادق القوة، هو اللي وتتجمع حنين، هو نفسك القانون هو اللي وتتجمع وتتجمع حنين. القانون مجرد ما يخلق خرق ل ل ل ل ل ل ل مجرد ما يخلق خرق حنين، مجرد ما يخلق خرق للإجراءات تكون المسطرة باطلة كاملة قانونا، والإجراءات خرقت من أول يوم. لهذا السبب الرجل مكانته رمزيته ومكانته تجعلنا يجب أن نظل نحترمه إذا كنا نحترم أنفسنا. خارج عن ذلك نكون وللأسف دال في نذيك، دال في نذيك، أعيذها منك نظرات صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورمه، الفوق الفوقه القانون والتحت التحته المكائد، وهل تصفية عسبان. وهذا أنا شخصيا ما ظاهر لي على أنه يخدم بلدنا ولا يخدم سلطتنا ولا يخدم مستقبلنا. ضيف إلى ذلك أن الوفاء من شيم الشرفاء، وإحنا يجب أن نكون أوفياء للرجل، كنا وراءه بالامس ما عدد الشيء خاسر، ما عدد الشيء خاسر، وفيا الخاسر، الخاسر اللي نعود له، اللي نعود الخاسر اللي نعود له نوفا. حنيني حنيني، الفساد الفساد حدث ولا حرج، تفضل تفضلوا تفضلوا حلوا ملفات الفاسدين، حلوا ملفات الفاسدين في البلد، لا توقفوا عند ملف واحد. ولا نقول لك انا رواي، انا اسفي ما علو عبد العزيز والعبد العزيز بدون حوار وزايز الكركره في المجال ذو أسفي أعلى من يلي عبد العزيز، لأن ولي الأسف ذلك قالوا الوفاء مفقود، ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل. هذا الكرسي ولي الأسف لين يتم اللي قعد عليه نبجلوا ولين يوخذ الشيطنوه ونجرجروه. هذا إحنا في النهاية أخلاقيا ما نعرف الصفة اللي نقدر نواجه بها العالم، ولا نعرف الصفة اللي نقدر نواجه بها تركتنا في بيوتنا باللي الشرك بالأمس داير له صور ترقاج وتجلو، واليوم ترجمه قدامه. أنت الصفة اللي تقدر تواجه بها نفسك وتواجه بها وسطك العائلي شنو؟ ما نعرف. أنا بالنسبة لي يجب أن نعود لرشدنا، وأظن أعلن القيادة الحالية لا تخلو من الرشد ولا تخلو من الراشدين، وخصوصا رئيس الجمهورية محمد القزواني. أرجو أن نعود إلى رشدنا، وأن نوقف هذا مسلسل العبث، هذا مسلسل عبث، يجب أن نوقف العبث، لأنه ما يخدم مستقبل بلدنا ولا يخدم ديمومة الإخاء والانسجام الوطني، ولا يخدم حتى صورتنا في محيطنا الإقليمي والدولي. إذن الوقت للأسف انتهى، كنا نختار بعد أن نواصل معكم الحديث. إذن مشاهدين الكرام، باسمكم جميعا أشكر ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ محفوظ ولد العزيز، وهو رئيس الحزب الوحدة والديمقراطي الاشتراكي، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. كما أشكر الطاقم الفني الذي أشرف معي على إنجازها،
كل باسمه وجميل واسمه في نهاية هذه تحياتنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.